السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم لفيديو جديد نفيد به ونستفيد. اللي كنا عملنا فيديو إزاي تقيس سلك الدش من خلال فيديوهات قبل كده عملناها وعدة طرق. النهاردة جايب لك طريقة تانية من القلم الإنكو ده. القلم الإنكو ده بيقيس الفولت بتاع الكهرباء، بيشتغل باتنين قلم أهو ريموت أهو. تمام، جميل أوي القلم ده، هوريك فكرة حلوة فيه إن شاء الله. تربطه كده، وقلم يعني أما كويس جدا جدا، وفي ارخص منه ب 50 جنيه بس ده كويس بصراحه، متميز جدا وفي كشاف وكل حاجه. احنا جربناه قبل كده في قياسه الفولت. احنا النهارده بقى هنجربه، اهو بنفكرك بيه، اهو بيقيس الفولت اهو وتمام التمام، من 12 فولت لحد 500 فولت. تمام، مش موضوعنا النهارده الموضوع ده، انا عايز اعرفك بس حاجه، ان احنا هنقيس بيه سلك الدش من الطبقه بره. طول ما الريسيفر شغال تحت او فوق هيشتغل معاك بره من خلال السلك الدش بتاع الشقه اللي انت بتصلح فيها، او تعرف السلك فيه دش سليم ولا مش سليم. فانتظرني هوريك ازاي بره على الطبق بيقيس الفولت وبيعرفك ان السلك ده سليم ولا مش سليم. عدنا لحضراتكم، هولع الكشاف اهو بتاع القلم وهعرف. انا عندي اكتر متعدد لحاجات كتير قوي شغاله، فاحنا بص اهو، بمجرد ما احطه على السلك اللي داخل عندي على الشقه اهو مثلا اهو، بيقول لي ان في فولت اهو. كل السلك عندي اهو اللي مشغل عندي اهو مبين لي اهو، موصل لي الكهرباء وواصل لعاد حد السطح عندي او بلكونه وعرفني ايه الفولت. نرجو مشاركتنا على برنامج كاي ودعمنا وتشير فيديوهات وشاشه صبري ميكس يوتيوب وبرنامج التوك توك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكلمه طيبه من حضراتكم هتسعدنا. السلام عليكم.